احنا دلوقتي معانا تقرير عن حكاية أمنية. أمنية ست مصرية قررت إنها تشتغل في ورشة حدادة عشان تساعد جوزها في مصاريف البيت. الجميل في موضوع أمنية إنها تقدر تصنع من الحديد تماثيل مبهرة وبتشارك بيها كمان في المعارض الدولية والمحلية. خلينا نشوف أمنية بتعمل إيه. حبها للفنون اليدوية ومشاركة زوجها في الإنفاق على أبنائهما الثلاثة، قررت أمنية العمل في ورشة حدادة لتصنيع تماثيل حديدية تقوم بعرضها وبيعها في المعارض الفردية الدولية والمحلية. فكرة الحديد دي إن أنا يعني جه في دماغي إن أنا ممكن أعمل مجسم يبقى ليه عمر أطول ويبقى خامة قوية، إن أنا لو عملته هيقعد كتير وكده، ده كان فكري. فلما عملت أول مجسم صراحة لقيت الناس أعجبوا بيه جدا والفنانين أعجبوا بيه جدا، فبدأت أدخل في المجال اللي هو الخردة ودماغي بدأت تشتغل فيه كويس قوي وحبيته جدا، يعني بدأ يطلع جوايا الطاقة الفنية أكتر من أي خامة تانية أنا اشتغلت بيها. أمنية التي تبلغ من العمر 33 عام متزوجة من مهندس ميكانيكي، تذهب للورش يوميا تبحث عن الخردة لتصنع التماثيل، وفي نفس التوقيت تقوم بمراعاة أبنائها ومنزلها. هو كان أول انطلاقة ليا في المجال ده، كنت عملت معرض فردي ودي كانت صراحة مجازفة وكانت يعني محتاجة جرأة وأنا كنت خايفة منها جدا، بس الصراحة الفضل يرجع لدكتور طارق عبد العزيز، هو فنان كبير وناقد فني، وهو اداني الدفعة نفسيا ان انا ادخل معرض فردي وعلى الساحة الفنية واواجه الناس بالفن ده. فبدأت ان انا ادخل في معارض بقى جماعية تانية، فالناس بدأت تشوف ان الفن ده مميز وممكن ياخدوه مثلا، يعني مثلا ياخدوه في جاليريهات او في ناس بتقتنيه، لان عامه الفن هو يعني مش علاج للفنان بس، هو علاج حتى للمتلقي الفن، يعني حتى بالنسبه للنحت الانسان يعني اي انسان يجي مثلا يدخل معرض او كده بيتوقفوا قطعه فنيه منحوته اكتر من منها ايه مرسومه. هي طبعا معادله صعبه جدا ومحدش يعملها غير لما يكون حد حابب شيء وحد مصر ان هو يوصل لحاجه معينه، وبالذات في الحديد، لان الحديد عايز احساس عالي جدا عشان اعرف اطلع الفكره واوصلها للناس. فبحتاج مثلا سي مثلا لو الفكره جات لي مثلا انفذها مثلا في اسبوع، وفي تمثال ياخد مني يومين، في تمثيل بقى ما اقدرش اصبر عليها، افضل لحد من الصبح لحد بالليل انفذ التمثال ياخد يوم واحد. هي ابرز التماثيل اللي انا عملتها صراحه كان بائع روبابيكيا، ودي من التماثيل اللي انا بحبها جدا واللي هي تم اقتنائها من اول عرض ليها. والتماثيل اللي موجوده دي انا احب التمثيل الفرعوني، التمثال الفرعوني اللي هو الاله الفرعوني، ده من التماثيل القويه، لان انا عامه يعني احساسي دايما يميل الى الشيء الفرعوني او المصري او الحاجات المصريه القديمه، فدول صراحه من التماثيل المحببه ليا قوي يعني لانها مصريه جدا.